أسعى إليه بشوق، فأشكو لجلاله حالي ومالي ونفسي التي بين جنبي، وبداخلي يقين بكرمه ومغفرته ورحمته بي. وفي تلك الزاوية وبعيدا عن الأعين أشعر بدفء الأثير الخاشع في روحي، وأحس بقربك يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد. وحينما ألملم مشاعري بفيض حبك وأطهر ثغري بذكرك تلفني الدهشة، إذ كيف ضيعت من ليالي عمري دون هذه اللحظات؟ ويمر الوقت أحلى من العسل.